يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. يوم جديد، يوم مختلف، لازم الاول نبارك ونهني مش بس على الوصول للنهائي، لكن الحقيقه على اداء قوي وعلى موسم اكثر من ناجح قدروا فيه رجاله النادي الاهلي ان هم يحققوا كل الارقام القياسيه مش بس على المستوى المحلي، لا كمان على المستوى القاري. الحقيقه يفضل ويتبقى لينا اهم واصعب 90 دقيقه، مش السيزون ده، يمكن يكونوا اهم واصعب 90 دقيقه في خلال السبع سنوات الاخيره. كل التوفيق لابطالنا ان شاء الله في نهائي دوري ابطال افريقيا. مساء الخير على حضراتكم. حلقتنا النهارده مليانه تفاصيل. ومساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير على حضراتكم، والف مبروك لكل الاهلاويه اللي بيتفرجوا علينا. حققنا الحقيقه الهدف اللي احنا كنا عايزينه من مباراه امبارح، نتيجه ايجابيه، اداء كويس جدا من اللعيبه، عرض قوي من اللعيبه وعرض قوي من الجهاز الفني، وتبقى 90 دقيقه بس على الحلم. الحمد لله وصلنا للنهائي 13 في تاريخنا في دوري ابطال افريقيا، 90 دقيقه بس ونحقق الهدف والحلم الاكبر لينا كلنا كاهلاويه. ايجابيات كتير قوي طلعنا بيها من مباراه امبارح، نتكلم فيها انا واحمد على مدار الحلقه.